على مر العصور كانت التجارة والتعاملات الاقتصادية بين الأفراد والتجار أو بين التجار بعضهم البعض تتم عن طريق التواصل المباشر. وفي أوائل تسعينيات القرن الماضي ومع دخول عالم الإنترنت حياة البشر والذي من خلاله تم ربط العالم ببعضه من خلال تلك الشبكة العنكبوتية وتطوره بشكل أكبر، لم يعد في كثير من الحالات حاجة لتلك الاجتماعات واللقاءات، وأن الكثير من العمليات التجارية من الممكن إجراؤها بين أي طرفين مهما كانت المسافات بعيدة بينهم وفي نفس اللحظة.